البداية لابد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيوفنا وشركائنا في مختلف المؤسسات، إلى القطاعات الحكومية، إلى المؤسسات العمومية، إلى المنتخبين الذين رعوا كل من زاويته هذا الحوار الوطني والذي امتد لسنة كاملة من الزمن من 13 مارس 2013 إلى هذه اللحظة، سنة كاملة في مجال مفتوح جغرافيا في كل جهات البلد، 18 لقاء جهوي. هذا الحوار عبأ وتفاعل فيه وبداخله ومن حوله أزيد من 10,000 يعني مواطن ومواطنة من أبناء المغرب في داخل البلد وفي خارجه. هذا الحوار الوطني كان يناقش إشكال عميق وجوهري متعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبالتالي متعلق بجوهر السلطة وصناعة القرار. ولهذا كان الحوار كان قويا، كان غنيا، كان في لحظة منه كثيرة ساخنا بكل ما في كثير من معنى، لأنه ليس حوارا شكليا سطحيا استعراضيا فولكلوريا. وكانت في هذه اللقطة اللي شفتوا اليوم معنا كانت جهات فيها هذا النوع كذلك من التفاعل، واعتبرناه جزء من الحوار وليس خارجا عنه، في تفهم كبير لطبيعة التحول الديمقراطي الذي يعيشه بلدنا والتكيفات المتسارعة مع مطلب الحرية ومطلب الكرامة ومطلب الحقوق ومطلب كل هذه المطالب التي كانت وقودا لحراك مجتمعي أنتج لنا لحظة فارقة اليوم نعتز بها في أمن وفي استقرار، اسمها لحظة دستور 2011 فاتح يونس 2011. اليوم هذا الحوار الوطني في هذه المناظرة الختامية الوطنية في تقديري فيه 3 عناصر كبرى في النجاح سأبرزها بشكل مركز. هذا الحوار حاز شروط النجاح لأنه نجاح بني على منطلقات صحيحة، هو ناجح في منطلقاته لأنه استند إلى مرجعية الدستور الذي بوأ اليوم المجتمع المدني مكانة جديدة، وانطلق من التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة باعتبار المجتمع المدني ثروة وطنية يجب تثمينها، وفتح كافة الآفاق أمامها لكي يعني هذا الإمكان البشري والفكري والنضالي والمبادر أن يكون وقودا للتنمية وأن يكون كذلك مستفيدا من التنمية. انطلق ذلك من البرنامج الحكومي الذي التزم وتعاقد مع نواب الشعب بأنه سيولي للديمقراطية التشاركية يعني نصيبا وافرا من الاهتمام من أجل بلورة كل المقتضيات الدستورية في مشاريع قوانين وفي مؤسسات تجعل الفعل المدني اليوم فعلا في مربع السلطة، أي في مربع صناعة القرار. كذلك انطلق على ضوء وعلى أرض المرافعات المدنية التي راكمناها من خلال عقود كجمعيات وكفاعل مدنيين، كل هذه المنطلقات جعلت هذا الحوار ينطلق على أسس صلبة ومتينة، دستور قوي، توجيهات ملكية سامية قوية، برنامج حكومي واضح في التزاماته، ترافع مدني طويل في الزمان والمكان. هذا الأمر جعلنا بكل أريحية في كل محطات نثق بأننا سوف نحقق النجاح. الأمر الثاني هو أن هذا الحوار كان ناجحا في بعده التعبوي، في زخمه الذي لمسناه عند كافة الفاعلين، حتى الذين كان لهم موقف يعني موازي نعتبره في فلسفتنا ورؤيتنا جزء من الحوار الوطني ليس خارجا عنه. وفي نهاية المطاف سوف صب الجميع في بوتقة العملية التشريعية لإخراج منظومة قانونية تناسب هذا التطور الديمقراطي المدني المتحضر الذي يسير عليه شعبنا وأمتنا وبلدنا. إذن هذا الزخم الذي أنتجنا اليوم حوالي 10,000 مشارك في الحوار في مدى زمني مفتوح سنة كاملة في جغرافيا مفتوحة
على المغاربة داخل الوطن وخارجه. كل هذه المشاركات دون أن أنسى وأنوه وأشكر شركاءنا من المؤسسة الدولية في البنك الدولي، في البنك الأفريقي للتنمية، في الإيسيسكو، في منظمات أخرى شاركت في محطات معينة. كل هذا البعد التعبوي، دون أن أنسى كذلك أن أشكر المؤسسات العمومية، التعاون الوطني، السلطات الترابية، العمال وولاة الجامعة التي احتضنت محطات كبيرة في هذا الحوار. كان هناك نفس تعبوي كبير جدا، وهي بالمناسبة كذلك فرصة لكي أحيي السيد الرئيس أستاذ مولاي إسماعيل العلوي الذي كان من ضمانات نجاح هذا الحوار ومصداقيته. هذا الرجل أدفع على الحوار بعد الرزانة والاتزان والمصداقية والنضالية العميقة التي عشناها معه لحظات طوال. لا يتعب رغم تقدم سنه فيبدو شابا يعني يدير الشباب ويتحمل كثيرا من توتراتهم أحيانا بهدوئه الرائع جدا. هذه العناصر من النجاح هي اليوم التي تصب في هذه المحطة. وأقول أخيرا إن هذا الحوار كان ناجحا وسيكون ناجحا لأنه كذلك له علاقة بمخرجات حقيقية منتظرة لحل إشكاليات من بين إشكاليات البيئة التي نتكلم عنها والتي كانت محطة هذا المشهد الذي تابعناه جميعا. بالمناسبة عشنا مشهدا ربما أصعب في مدينة العيون مع الشباب هنا كذلك، وكانت يعني ولكن سيدة فاطمة الليلي مشكورة كانت معنا في هذه اللحظات، ولكن بنفس الأريحية، بنفس المحبة لشبابنا، بنفس التفهم لظروفهم ولصعوباتهم النفسية، تعاملنا معهم باحترام كبير بتقدير عالي، لأنهم في هذه المطاف إنما يعبرون بما يدركون أنه يبلغ رسالتهم لمن يعنيه الأمر. فهذا الحوار إن شاء الله سيكون ناجحا في مخرجاته، لأنه سوف ينتج لنا منظومة تشريعية جديدة. الحق في العرائض كقانون تنظيمي، الحق في المتماسات التشريعية، مدونة جمعوية جديدة شاملة عميقة تعالج إشكال أو سؤال حرية تأسيس الجمعيات، رفعا للشطط الذي ما زال للأسف الشديد بعض موظفينا يسببون للدولة حرجا في التعاطي مع موضوع حرية تأسيس الجمعيات، موضوع استقلالية الجمعيات عن الأحزاب، عن المنتخبين، عن الدولة، عن الإدارة، إشكال عميق جدا. كذلك موضوع الديمقراطية الداخلية للجمعيات، جعل الجمعيات مؤسسات للتربية على الديمقراطية على المواطنة، إشكال عميق أيضا. موضوع الحكامة الشفافية، بالمناسبة في هذه القاعة يوم 18 فبراير كان عندنا حوار مهم حول تمويل الجمعيات، وكان من آثاره المباشرة وهذا كذلك من البعد التعبوي الإيجابي للحوار قبل الخروج بالتوصيات وبالخلاصات، هو تفاعل المجلس أعلى الحسابات مع الحوار حول موضوع التمويلات وطلب السيد الرئيس من السيد رئيس الحكومة تفعيل القانون، وبالتالي صدر المنشور ديال السيد رئيس الحكومة ديال 5 مارس الذي دعا جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ذات الصلة إلى ضرورة إبلاغ المجلس بكل الوثائق والبرامج والجمعيات والتمويلات التي لها صلة بالمال العام في دعم والتعاقد مع الجمعيات. كل هذه المخرجات اليوم، قانون تنظيمي حول العرائض، قانون تنظيمي حول الملتمسات، مدونة شامل الحياة الجمعوية، موضوع التطوع والتشغيل، البعد الاقتصادي في الحياة الجمعوية كذلك اليوم مطروح للنقاش في توصية مهمة جدا، تتمين الحياة الجمعوية من خلال مجموعة من المؤسسات والبحث العلمي والجامعة. كل هذه الثروة عشناها خلال سنة كاملة بانخفاضها وارتفاعها، بخفضها ورفعها لكل هذا الحوار. ولكن أنا اليوم سعيد لأننا اليوم وصلنا إلى محطة، بالمناسبة التزامن العجيب والتوافق العجيب اللي هو اليوم 21 مارس بداية فصل الربيع. أنا يعني أنا متفائل جدا بأننا سندخل في بلدنا إن شاء الله ربيعا للمجتمع المدني، ربيعا للمجتمع المدني بمنظومة تشريعية متطورة وحديثة. أنا البارح اطلعت على التوصيات حوالي 140 توصية تهم كل الإشكالات التي كانت موضوع الحوار، قوانين تنظيمية، المؤسسات إلى آخره، حوالي 140 توصية نوعية ستكون مادة خام
لإنتاج منظومة قوانين في مستوى تحديات التنمية والديمقراطية والحرية والاستقلالية للمجتمع المدني. ولهذا في الختام أجدد الشكر والتقدير لكم جميعا، لشركائنا، لأعضاء اللجنة الذين تنقلوا ورحلوا ويعني تجولوا في كل تقريبا المناطق للإنصات والاستماع وجمع كل هذه الثروة التي ربما سنرى إن شاء الله في العرض الذي سيلي بعض ملامحها كمعطيات تؤكد أن هذا الحوار كان ناجحا في منطلقاته، في منهجيته التشاورية والتشاركية، وإن شاء الله في مخرجاته. شكرا لكم، والسلام عليكم.